راه غيشردو، راه غيولي تسال وصل واحد الحاجه للانحراف، وانا راه كبره اكثر غير في الزنقه، يعني تنخدم تمشي ونجي، يعني راه تنشوف شي حاجه زوينه، راه تنشوف غير المنكر. كيفاش انا غادي نسمح انا في هذا السيد؟ ما يمكنش انا غادي نسمح فيه. يلا علاش كون كانوا ولادو كبار بصح ما غاديش يسمحوا فيه، ولا كون كانوا ولادو بصح واصلين ما غاديش يسمحوا فيه. هاد المرض تيبغي الامكانيات وتيبغي الفلوس وتيبغيك تقلبي على شي طبيب. السلام عليكم، حكم لعلني ربيعة 82، تزوجت بهذا السيد على سنة الله ورسول الله. كنا غادي نسامارش، زعما كنا تنخدمو بجوج، كنا كنتعاونو بجوج، كانت الحالة ديالنا غدا سامارش، ولكن قدر الله ما شاء السيد مرض وما مديتهاش فيه. واخا مرض ما مديتهاش فيه، كنصحاب لي انا راكم عارفين دابا، تنصحاب لي ان من هذوك النوع ديال الرجال اللي ما تيبغيش يخدم على وليداتو، كنصحاب لي بصح ما كيبغيش يخدم على وليداتو. كنت بصح كنتعصب معاه، هو انسان وراه مريض في واحد الحاله، لان كان بصح يتعرض على شي طبيب وانا ما رديتلوش البال. ودابا راه نتوما كما كتشوفوا ديالو الحاله ديالو غدا وكتدهور بزاف، ماشي زعما شي انا اللي عارفاه وعايشه معاه، والليل ما كينعش. واخا عرضتو على طبيب لان الطبيب ما دار له والو، حدو كينعس واحد الفطره وكينوض الليل كامل، هو كيبدا يتمشى حاشاكم، كيدخل الطواليط ما كيبغيش يخرج منها، كيطلع للسطح في الليل كيبدا يشطبو، كيشطب الدار الليل كامل. الانسان تيدخل ويخرج في الهضره، الولد الكبير ديالو ما بقاش كيعقل عليه، ما بقى كيعقل على حتى شي حاجه. نتمنى من خوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن كان يتعرض على شي طبيب على وعسى يتشافى على يديكم، وما نكرهش تعاونوا معايا وتزيدوا ديروا مع الضامنوا معايا، الله يسهل عليكم، لان الحاله ديالو مدهوره بزاف بزاف في النعاس، ما كينعش، وانا اللي واكله العصا بزاف، انا اللي ما كنعش، انا وليت نكره الليل فاش كيجي، اقسم بالله وليت كنكره الليل فاش كيجي، لان فاش كنشوفه معذب راه انا اللي تنتعذب. ونتمنى منكم توقفوا معايا وتعاونوني وتشوفوا من الحاله ديالي، الله يجازيكم بخير. فاش كنا عايشين كنا غادي نسامارش، وانا كنت كنخدم وهو خدام، يعني كنا كنقريو الدراري، كنا كندير لهم السوايع، ما كنتش يعني محتاجه حتى شي حاجه، والله اقسم بالله ما كنت محتاجه حتى شي حاجه، كنت خدامه عند واحد الناس زعما الله يجازيهم بخير، ولكن توفى وبقيت غير تنطلق من هاك لهاك، من الدار للدار، راكم عارفين خدمه الديور. وهكاك راه انا ما تخليتش عليه، والله ما تخليت عليه، راه هو اللي مريض، راه انا اللي مريضه، اللي تيقابل المريض راه هو اللي مريض. كنا غاديين عاديين، ولكن مرض السيد مرض ما بقى يعقل على حتى شي حاجه، ما بقى يعقل على الدري الكبير، ما بقى شي بعد المرات ما تيعقلش عليا انايا، ولا العنف تقريبا تا خوتو ما كيعرفهمش بزاف. نتمنى من الله توقفوا معايا وتضامنوا معايا ونعرضوه على شي طبيب يكون بصح، باش لان الحاله ديالو تشافى، وتقريبا هذه مده راه شي 5 سنين هكايا، ولكن انا كنت نصحاب ليا غير كيتفلى، هذا هو المشكل اللي كنت نصحاب، انا كنصحاب لي كيتفلى، تنقول واقيلا راه ما باغيش يخدم من هذوك النوع اللي فنيانو، بالعكس هو دار مجهوده، شتي شنو هو دار مجهوده وعطاه، ماشي ما عطاش هذا الانسان، هذا الانسان راه عطاه في المجتمع وكان نفس وكان يعني راجل بمعنى الكلمه، والحمد لله نجت منه رجال الله يخليهم ليا. ولكن تتشوف الحاله ديالو غدا وكتدهور، انا تيبقى فيا واحد النهار غادي يخرج وما غاديش نلقاه، راه هذا هو المشكل، انا راه تيبقى فيا، راه فاش كندير الطبيب تيقولي لي واش باك هذا، ما كرهتش انا يتشافى هذا الانسان ورجع كيف ما كان، هو كيف ما كان. الله يجازيكم بخير خوتي المغربيات، خوتي المغاربه، تعاونوا معايا، ديروا معايا يديكم، الله يجازيكم بخير، لان هذا السيد غادي يضيع بين يديا. دابا العنف، دابا ولا العنف بزاف، يعني واحد الانسان اللي كان عنده الصلاه في الوقت ديالها، يعني كان كيصوم، يعني كان كيدير واجبات الله، دابا ما بقاش مسكين عرف حتى شي حاجه. شي بعض المرات كيجريو عليا، واحد النهار جرى عليا في الليل، ولكن اقسم بالله خرجت معاه جوج الليل وما قلتهاش كاع للاخ ديالو، خرجت انا وولدي الكبير والصغير، خرجنا حدا الكوميساري وجلسنا حتى 12 الليل واللي رجعنا، ولكن فاش كنرجع بحال حتى حاجه ما كاينه، الليل ما كينعش، اقسم بالله الليل ما كينعس، الليل كامل هو غادي ماشي غادي ماشي، اما يصب ماش غنقول لكم، راه واحد الحاله راه وصل ليها لا اله الا الله بزاف. انا ماشي معذبه، كنت معذبه معاه، حكا مشي نخدم وكنبقى بالي معاه،
تنقول واحد النهار غادي يخرج، واحد الليله مشى يصلي الفجر ما رجعش للدار، مشى حتى لدخيصه لقى غير الجرنيج وحاشاكم الكلاب تيغوتو، وبقى جالس على حجره حتى طلع النهار ورجع. وديك اللحظه كضرباتو التران ولا شنو، راه تنمشي نخدم وكنخليه وكنوصي عليه خوتو وكنوصي عليه بزاف العائله، ولكن هكاك انا نفسي ما كترتاحش لان تيبقى بين وليداتي، وبغيت نزيد نكمل معاه المسيره، وتوخا تيطلع لي الدم وخادي وخادي، والله الا تنبقى نقول لا نحسبه بحال الوالد ديالي، ما يمكنليش نتخلى عليه حيت هو ما تخلاش عليا نهار الاول، حيت نهار الاول لقيتو راجل بلا ذكر الاسم للطبيب. فاش قلت له ان راه الحاله ديالو راها 5 سنين هادي ضرب يدو على الطبله، قال لي علاش؟ قلت له كانت الحاله ديالي ضعيفه، انا ما عنديش شي صالير هكا قار ولا عندي من شهر شهر كنشدو الا ما خدمتش، انا غير منافريه، انا شنو عارفني ان شنايا منافريه، انا راهي مرا منافريه، راه الا ما خدمتش ما غاديش ناكل، وما يمكنليش باش ان الدواء ديال هاد المرض راه صعيب، وراه كلكم الاخوه راكم تتعرفوا الدواء ديالو راه صعيب، وخنا بغينا نعتقوا هاد الانسان قبل ما يفوت فيه الفوت، انا كنناشدكم وكنطلبكم وكنحذركم نعتقوا هاد الانسان، حيت هذا راه تيبقى بين وليداتي وتبقى الزوج ديالي وفي العوض الوالدين ديالي، وانا ما بغيتش نتخلى عليه، انا بغيت نرجعوا الحياه الطبيعيه ان شاء الله وباذنكم باذن الله سبحانه وتعالى. عزيز عليا، اقسم بالله العزيز عليا، عزيز عليا بزاف، ربيت عليه الكبده ولفتو، واخويا حنا نرجعوا للاصول، كنرجعوا للاصول، يمكنش نتخلى على الزوج ديالي عطيني 3 الاطفال، والشاب تبارك الله راه قدو قديش في العمر، نتخلاش عليه حتى نهار بقى نهار في حياتي، وكنطلبها من الله سبحانه وتعالى، ما عمري ما نتخلى عليه الا لمت، ما عمري ما غنفضل عليه شي حاجه الا لمت، غادي نجاهد على الزوج ديالي ان شاء الله باذن الله وباذنكم وباذن خوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات، الله ينصر كل واحد والله يشافي كل واحد، واللي عنده شي مريض يوقف معاه، حيت لان كنشوفوا هاد الحالات ظهروا بزاف، من كتشوف الانسان غادي في الشارع كيبقى كيضرق قلبك، ولكن ما بغيتش انا يوصل لهذيك الحاله، كنطالب من خوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات يعاونوني يدعموني يوقفوا معايا باش ما نتخلاش على هذا الانسان، هذا الانسان انا بغيتو يتشافى ان شاء الله باذن الله، بغيت يرجع كيف ما كان هو، حيت اللي خطي عليا لان فاش كنت كنمشي للدار تنخليه هو اللي داير لي داري هو اللي مراقب لي وليداتي، دابا ولادي ما بقاش اللي ما تيجيبهم من المدرسه ما جبتهمش، البنت راه كتمشي في 8 الصباح كنت كنمشي مرتاحه، راه خصني نديها عاد نمشي للمدرسه للخدمه، وغشوا دابا هاد الظاهره ديال اللي ولات على هاد الاطفال، وانا من هذوك النوع اللي كنخاف على وليداتي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.